نجوم الكرة القدامى يفتتحه معكم كابتن مصر ورائد الإعلام الرياضي الكابتن أحمد شوبير. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا، كل سنة وحضراتكم طيبين، وبنشكر حضراتكم ان انتوا شرفتونا النهاردة ونورتونا الحقيقة في هذا اليوم الجميل اللي بنستناه من السنة للسنة. بشكر زميلة العزيزة أميرة العودة، وبشكر كل من شرفنا بالحضور. الحقيقة قبل ما أبدأ كلمتي، أنا عايز أتوجه بشكر خاص وتقدير مستحق بكل أمانة لهذا الرجل، لأنه لولا ما كان يوم الوفاء، لولا ما كان الاحتفال، لولا ما كان التكريم. بشكر وبحيي وبقدر السيد الوزير المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. أنا مش من الناس اللي متعود إن أنا أحضر كلمة، بس الحدث النهاردة يستدعي إن أنا أحضر كلمة يعني، فاسمحوا لي إن أنا أقراها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أساتذتنا وكباتننا الكبار وعظمائنا اللي علمونا، اللي فهمونا، اللي ربونا، أجيال كرة القدم المصرية العظيمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من الجميع لحضراتكم النهاردة لوجودكم في هذا اليوم. الإخوة الأعزاء، سيد المهندس هانا بوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أهلا وسهلا بحضرتك. سيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أهلا وسهلا بحضرتك. السيد الأستاذ محمد موسى نائبا عن السيدة الوزيرة غادة والي، أهلا وسهلا بحضرتك. السادة الأفاضل الحضور الكرام، سيد اللواء عبد المنعم الحاج رئيس جمعية قدامى اللاعبين المصريين، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، أهلا بحضراتكم. النهاردة كلنا بنلتقي في هذه اللحظات، في يوم الوفاء، في لحظات رد الجميل والعرفان، لحظة الصدق والامتنان. أول ما يجب أن نتذكره جميعا هو دور هؤلاء الكبار من الرواد والكباتن والزملاء الكبار، فلولاهم لما كنا جميعا هنا. هؤلاء بينهم من غرس الغرس وزرع في البساط الأخضر شجرة الكرة المصرية، استظلنا كلنا كل الأجيال بظل هذه الشجرة. هؤلاء هم الزارعون، فهل يبخل عليهم الحاصدون؟ بالتأكيد لا، يستحق كل تحية وكل حب وكل تقدير. أظن أنه من غير الأمانة ومن غير الوفاء أن من يقطف الثمرة ويستمتع بها ينسى من زرع ورعى وتعب، عمل على رعاية شجرة الكرة المصرية، وصل بها إلى هذه القيمة والمكانة. محدش يقدر ينساكوا أبدا، لكن اللي بيمسك ورقة واللي بيقف قدام مايك واللي بيتكلم قدام ناس لازم يؤكد ويظل يؤكد أن دول هم الشجرة اليانعة اللي كلنا بالفعل استظلنا بظلها. الإخوة الأعزاء، كنت أتمنى أن الوقت النهاردة يكون كتير عشان أتكلم عنهم، لكن هقدم كل واحد إن شاء الله أثناء تكريمه، وأقول لكم الدروس اللي تعلمناها من كل واحد منهم إن شاء الله، وده يأتي ساعة التكريم بإذن الله. أما الأخ العزيز الفاضل اللي احنا ضيوف عليه وهو ضيف علينا النهاردة، الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واسمح لي ولأن التعديل الوزاري خلص خلاص كنت أخليك وزير الشباب والرياضة والوفاء، لأنك فعلا رمز الوفاء. كل الشكر لكل حضراتكم، احنا كلنا أسرة واحدة زي الجسد الواحد، جمعنا الروح الرياضية في عشق وهذبت سلوكياتنا لقيم الملاعب بصدق. بحييكم وبشكركم وبقدركم جميعا، وعايز أقول لكم النهاردة بجد بعيدا عن الكلمة المكتوبة،
هو يوم من أجمل الأيام، هو يوم من أحلى الأيام، وأنا برجو الجميع وأتمنى أن الجميع عندهم لحظة العرفان. مثل البلدي كده بيقول اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، وعندنا كبار وكبار قوي وكبار قوي 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 جدا 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 جدا. احنا بنبقى فين النهارده واحنا في التكريم المتواضع ده؟ بس على الاقل والله هي كلمه شكر، هي كلمه شكرا صغيره لكل واحد منهم بقدر ما استطعنا، بقدر ما يعني قدرنا. الحقيقه ناس كتيره جدا ساعدونا في هذا المهرجان من الرعاة، هنقول أسمائهم. اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني بوريدة له دور كبير جدا جدا جدا. الحقيقة أن الجمعية دي واقفة على رجليها، واسمحوا لي أن أنا أحيي عن بعد السيد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، تبرع بالأمس ب2 مليون جنيه لهذه الجمعية. الحقيقة يعني فله كل الشكر وله كل التقدير. اسمحوا لي أن أنا أشكركم جميعا وأقول لكم يعني إحنا مش عارفين نقول لكم إيه على اليوم الجميل، اليوم الرائع اللي إحنا موجودين فيه النهارده.